السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع الصحيحه كل شيء بخير. رمضان مبارك سعيد، الله يدوزو ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر وباش ما كتمناو. المهم اليوم غنشارك معكم فطوري البسيط، وغادي نشارك معكم الحريره اللي كتجي واعره، كتجي لذيذه، ما فيها لا مطيشه الحك لا كنور لا حتى شي حاجه. المهم طبيعيه ديال الناس ديال زمان، طبيعيه وكتجي زوينه، كتجي حمراء وفنه ولذيذه ما تشبعوش منها. المهم غنوريكم الطريقه ديالي، حيت انا شفت بزاف ديال الطرق ديال الحريره، وهي حريره وحده حريره مغربيه ولكن كلها الطريقه ديالها. اليوم غنوريكم الطريقه ديالي ديال يامات زمان، ديال امي الله يرحمها مسكينه ويوسع عليها ويرحم جميع المسلمين. كما شفتوا هنايا كنشد مطيشه كنوصلها ونديرها في كاسرونه، نزيد عليها الماء وكنخليها غير كتطلع فيها الغليه صافي، وكنطفي عليها وكندوزها في هاد الطحانه، هادي في الطحانه ديال اليد ديك الرقيوقه صافي. هنايا البنات ملي كنطحنها في الطحانه الرقيوقه، شوفوا كيفاش كتولي، كتولي بحال مطيشه الحك تماما، كتولي مطحونه معك كتطلع فيها ديك نص ديك نص سلقه ديك الغليه، كتولي مطحونه بحال مطيشه الحك، كتجي زوينه بزاف بلا ما تحتاجوا ديروا فيها مطيشه الحك، كتجي طبيعيه 100%. صافي كنزيد هذاك الماء اللي شفتوا معايا تسلقات فيه، وهنايا عندي القزبر والمعدنوس، انا غندير غير القياس لحقاش غير حنا قلال صافي. وغادي نزيد الحمص والعدس، نقيتهم وغسلتهم ورطبتهم شويه في الماء وغسلتهم، اصلا الحمص راه مرطب غير العدس اللي خليته شويه في الماء. وغادي ندير معلقه كبيره ديال الزيت، وغنزيد الماء الكافي اللي غادي يطيب ليا فيه الحريره. بالنسبه للبنات العطريه انا كندير شويه ديال السكنجبير والتحميره، كندير معلقه صغيره سكنجبير، كندير غير واحد نص معلقه صغيره صافي، ومعلقه ديال الخرقوم البلدي. هنايا بناتي شوفوا راه صيبت لي مسباكيتي بالكفته باش تغدى، وجابت لي اميره جابت لي قالت لي صافي ماما راني شبعتها كي الطبسيل صافي. غادي ندير شويه ديال الابزار وشويه الملحه والسمن، السمن ضروري البنات في الحريره كيجي فيها فن وكتعطي ديك الريحه ديال الحريره من الزنقه صافي. كندير معلقه صغيره ديال السمن، ولا بغيتو ديروا شويه اللحم ولا شويه العظم، المهم اللي بغيتو. وغادي نحك البنات واحد شويه ديال البصله، واحد نص بصيله تقريبا، هاد البصله حتى هي كتعطي فيها واحد البنه زوينه في الحريره. كاين اللي تيقليها في الاول كيدير شويه اللحم والبصله ودوك داك سميتو الحمص والعدس، وكيقلي الحريره، ولكن انا ما كنشحرها ما حتى شي حاجه، هذه هي الطريقه ديالي، وكتجي زوينه ولذيذه البنات ما تشبعوش منها، كتجي فنه فنه فنه، والريحه ديالها كتعطيكم من بعيد، كتجي غزاله وما تشبعوش منها، وكتجي حمراء. هانتوما غتشوفوا معايا في الاخر غنوريها لكم كيفاش كتجي الحريره طبيعيه، ما فيها حتى شي حاجه اللي هي معلبه ولا شي حاجه. المهم دابا غادي نسد عليها الكوكوط ونديها تطيب. وهنايا البنات غادي نعجن البطبوط، انا درت في هذه العجانه درت فيها زلافه صغيره ديال الفورس، ودرت واحد زلافه مع معمراش ديال الفينو داك الصفر، كيجي في البطبوط كيجي فيه زوين وكيعطي داك اللون ديال الصفوريه، كيجي زوين بزاف صافي. كنخلط بحال ما هكا، وكندير شويه الملحه والخميره. البطبوط راه كلشي كيعجنو كلشي كيصايبو، ولكن كل واحد الطريقه ديالو. انا هذا البطبوط كيجيني منفوخ ومفشفش وكيجي واعر البنات صافي. وغادي ندير الخميره، انا درت هذا السوبيره كنت دايره فيها الخميره، خويت على شويه ديال الماء سخون لحقاش تقادات لي الخميره، وجبت عاوتاني باكيه اخرى، وحتى كنغسلها ملي كتكون فيها الخميره وكتقاد ليا، حتى كنغسلها ونمسحها عاده كندير فيها خميره جديده. انا حتى بالنسبه للعطريه البنات الا سالت لي العطريه حتى كنغسل القرعه ونمسحها، وعاده كندير فيها الحاجه الجديده اللي غادي ندير. البطبوط البنات الا بغيتوه يجيكم منفوخ ملي بدا يطيب يتنفخ ويجي مفشفش وزوين، ملي تعجنوه خليو العجينه تكون مرخوفه، ديروها تكون مرخوفه، وحتى ملي تعجنوه خليوه يخمر، خليوه يخمر بحال ما كنتوما شفتوا، كتخليه وكيرتاح مزيان وكيطلع كيخمر، وعاد قرصوه، وعاوتاني ملي تقرصوه خليوه واحد 10 دقائق شويه مع دابا الحال بارد، خليوه شويه عاوتاني يطلع فيه شويه، هي بدات تطلع فيه الخميره صافي، ما تخليوش حتى يخمر بزاف، يبدا تبدا بحال كطلع فيه الخميره صافي. وطيبوه على عافيه تكون متوسطه،
وديروا من الاحسن ما ديروش ديك المقله الثقيله ديال البطبوط، ديروا الا بغيتوا تنفخ ليكم ديروا ديك المقله اللي غتشوفوني غادي نطيب فيها، ديك اللي كنقليو، ديك الطيفه اللي كنقليو فيها الفريت، وهذا كتجي زوينه في الطياب ديال البطبوط، كتجي منفوخ ومهوي من الداخل، كيجي زوين بزاف بزاف البنات. المهم هذه هي النصيحه ديالي بالنسبه للي ما كينجحش لها البطبوط، راه كيجي واعر وكيجي ناجح من اول مره. هادو هما الاسرار ديال البطبوط. وبالنسبه للتكراس ديالو اولا التلوليب ديالو، هذه هي الطريقه ديالي، غير بحال هكا بصبعاني باش ما كيدخلش فيه داك الفينو لداخل، وكيجينا شويه يعني شويه قاصح ولا مدقص ولا شي حاجه. كندير ليها الطريقه اللي شفتو معايا، ملي كنبغي بحال هكا اللولب كريسات كندير ليهم هذه الطريقه باش ما كيدخلش كاع داك الطحين داك اللي كنكرس بيه ما كيدخلش لداخل ديال البطبوط، باش كيجينا زوين وكيجينا رطب من الداخل ومهوي وزوين. صافي انا ما قويتش بزاف، لحقاش اللي شاط غادي نتعشاو به مع غادي ندير بيتزا حتى هي. هذاك الشيء اللي درت غير صغيورين، ودرت غير خمسة. صافي هنا البنات كما قلت لكم غادي نغطيه ونخليه تقريبا واحد 10 دقائق او لا حتى 15 دقيقه مع دابا الحال بارد. غادي نخليه غير بدا يطلع فيه الخميره شويه، ماشي حتى يخمر بزاف، غير تبدا تطلع فيه شويه الخميره. صافي وغادي نبدا نطيبو، كيجي زوين ومهوي كما قلت لكم، مفشفش وزوين. وهنايا البنات الحريره ديالي صافي هي طابت، قلبت الحمص لقيتو تبارك الله طاب، ولا ديري فمك يدوب مع كنت منطبه ودايره في الفريغو، عرفتو دغيا طاب. وغادي نزيد عليه دابا الشعريه اللي متوسطه ما رقيقه ما غليظه. الحرير شو سبحان الله العظيم، الحريره غادي يعني حريره وحده، ولكن كلها الطريقه ديالها، كاين اللي كدير في الحريره ديالها كدير فيها الروز، كاين اللي كدير الحريره ديك الشعريه الغليظه، كاين اللي كدير الرقيقه. انا كندير مره هذه المتوسطه، مره الا ما لقيتهاش كندير ديك الرقيقه، كتجي زوينه في الحريره. حتى هذه جاتني زوينه في الحريره. صافي كنخليها بحال ما هكا حتى كطيب شويه، ولا كان خاص الماء كنزيد شويه ديال الماء طايب، وكنخليه حتى كطيب هاد الشعريه، وعاد غادي ندور الحريره ديالي، وغادي نزيد عليها شويه الربيع والكرافس، وغادي ندورها بشويه ديال الفورس مخلط مع الماء. وهنايا البنات غادي ندير لاصوص ديال البيتزا، كناخذ مطيشه كنقطع مطيشه متوسطه مع بصيله صغيره، مالفه كندير الفلفله حمراء وخضراء، نصف فلفله حمراء ونصف فلفله خضراء، ولكن ما عنديش في الدار، المهم جلس انا نقضي باللي كان. صافي وكندير نزيد عليهم واحد نص كاس ديال الماء وكنطحنهم، وكتجي لاصوص كتجي زوينه، خصوصا الا كانت مع الفلفله حلوه كتجي واعره في المذاق. صافي وغادي ندير نزيد عليها، ها نتوما غتشوفوا العطريه اللي غادي نزيد عليها. كما قلت لكم البنات الا درتو المطيشه والبصله والفلفله حلوه حمراء وخضراء، كتجي لاصوص ديال البيتزا كتجي واعره، كتجي بحال ديال المطاعم، كتجي فنه فنه فنه. دابا انا درت غير يعني اكتفيت غير بالمطيشه وبصيله صغيره. صافي كندير شويه ديال البزار والتحميره، كندير غير قياس، والكمون والملحه والزيت. صافي وكندير كنزيد عليها معلقه ديال السنيده باش كتجينا داك الطعم ديالها بحال جاي الحلاوه، كتجي زوينه. صافي ولا بغيتو تحكو فيها شويه من الطيب حتى الطيب هاد لاصوص، الا بغيتو تحكو فيها شويه ديال الزعتر حتى هو كينسمها، كتجي فنه في المذاق ديالها. صافي دابا غادي نديها الطيب. ودابا غادي نعجن العجينه ديال البيتزا. هنايا خديت زلافه صغيره درت فيها خليط ما بين الفورس، غلبت الفورس على الفينو. صافي اي زلافه صغيره راكم شفتوا هذيك اللي كنديروا فيها الرايب والفروي. صافي وغادي ندير معلقه صغيره ديال السنيده ومعلقه صغيره ديال الخميره، درت غير معلقه لحقاش باقي عندي الوقت فاش تخمر، على خاطرها مع دابا الحال بارد كيخصها تخمر مزيان باش كتجينا رطبه وزوينه. وغادي ندير جوج معالق ديال الزيت الزيتون وشويه الملحه. صافي وغادي ندير هاد التعجين بالمدافي ونخليها تكون مرخوفه العجينه ديالها، العجينه ديال البيتزا البنات خصها تكون مرخوفه.
ودابا غادي نوجد الكفته اللي غادي ندير في البيتزا. هنا خديت بصله خضاريه قطعتها رقيقه وزدت عليها شويه ديال الزيت ومليحه ودرتها حتى دابت ليا شويه في هذه الكاسرونه، وغادي نزيد عليها الكفته. وبالنسبه للكفته غادي ندير فيها العطريه اللي درت في لاصوص، راه كان طيب البنات شوفوا كان طيب في البطبوط، الحريره لها طابت يعني صافي قربت نسالي. المهم كما قلت لكم العطريه اللي درت في لاصوص هي اللي غادي ندير في الكفته، شويه ديال الكمون والبزار غير شويه والتحميره والملحه صافي. انا درت الملح مع البصله صافي، ولا خصاتني شويه على حسيت واخا ما غاديش ندوق، الا حسيت بشويه الملحه ناقصه سبحان الله العظيم ما كندوقش في رمضان ما كندوقش، غير عيني ميزاني وكتجي الماكله هي هذيك، حيت انا الطبع ديالي ما كنقويش الملحه صافي. وغادي نبقى نحركها مزيان باش ديك الكفته كتجي يعني كتجي مفروقه كتجي كما كنقولوا هذا يعني كتفرتت معاك، كنبقى نحركها مزيان وهي كطيب مع ديك البصله صافي، حتى كنخليها حتى كطيب. والبطبوط راه مشوه البنات كنطيب فيه، الحريره راه طابت يعني قربت نسالي صافي. هاد الكفته بهاد الطريقه كتجي زوينه، كتجي زوينه بحال كما قلت لكم راه بحال كتجي البيتزا بحال المذاق ديالها بحال ديال المطاعم، حتى هما كيديروا هاد الطريقه كيخليو البصله مع شويه الزيت والملحه حتى كتذوب شويه فوق البوطه، وكيزيدوا عليها الكفته ولا صدر ديال الدجاج مطحون ولا صدر ديال البيبي ولا اي حاجه صافي. وكنبقى بحال ما كنحرك على العافيه تكون متوسطه باش ديك البصله كتطلق لينا ديك الميه ديالها، ما كنحتاجو لا ما لا والو صافي. البطبوط انا كنطيب فيه قربت نكملو، الحريره البنات حتى هي طابت صافي طابت. غادي نزيد عليها دابا واحد شويه ديال هذا الكرافس غير شويه، كنخليها حتى كطيب وكطيب ديك الشعريه عاد كنزيد الكرافس باش كتبقى ديك البنه ديالو كتبقى زوينه. راه درت شويه في الاول وشويه درتو في الاخر كما شفتو صافي. وغادي ندورها بشويه الفورس اللي مخلط مع الماء، وكنبقى كنحرك وكنخوي حتى زعما حتى كنشوفها ما تكونش ثقيله وما تكونش خفيفه صافي. كندير كنخوي غير بشويه بشويه باش ماشي عاوتاني كتقصح وعاد نزيد لها في الماء صافي. كنبقى نزيد بشويه بشويه حتى كنشوفها صافي وصلت للقياس اللي خاصها صافي، وكنحبس. وبالنسبه للعصير غادي ندير هنايا العصير ديال الليمون والفريز، تبارك الله الليمون موجود البنات الليمون ديال 60 ريال ومطيشه دايره 240، مطيشه عيان 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 دايره 240 عرفتو، الواحد يشبع غير عصير صافي حسن لي من ديك الحريره كاع. هنايا غادي ندير العصير ديال بغيت نقول لكم عصير ديال الحريره، عصير ديال الليمون والفريز. والعصير راه كل نهار وشنو كنديرو، نهار كندير ديال الفريز والليمون، نهار كندير ديال الحليب مع البنان والتفاح، نهار كندير ديال الحليب مع الفريز، مره كندير ديال الخيزو والباربا مع الليمون، كل نهار وش العصائر البنات كما كتعرفوا راه فيهم انواع ما لا تعد ولا تحصى العصير كما درتي ليه كيجي زوين، اي حاجه درتيها كتواتها مع بعضياتها كطحنيها مع الليمون ولا مع الحليب ولا هذا كتجي زوينه. عرفتوا البنات شنو وقع ليا، نسيت وجدت الفطور كل شيء وحلينا صيامنا وصافي وبدينا كنفطروا، ونسيت ما صورتش لكم البيتزا ملي كنت كنعمر فيها وملي حطيتها في الطبله وملي حطيت الفطور، نسيت ما صورتش لكم حتى فكرتني اميره قالت لي ماما كاع ما صورتي المهم شتو البيتزا البنات ها هي اموره كتاكل فيها كتجي واعره كتجي خطيره خطيره خطيره. المهم راه الطريقه راه معروفه، كدير كتلقيها في لاطه ديال الفران كدير عليها لاصوص والكفته وكتخليها حتى كطيب على الفران يكون سخون مزيان صافي، وكتزيدي الفرماج كتجي واعره 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 كتجي بحال ديال المطاعم. وهذا هو الفطير ديالنا، شويه البطبوط العصير اتاي الحريره ما كنحطوهاش دابا حتى كدوز واحد تقريبا واحد الساعه عاد كنشربوها صافي. هذا هو الفطير ديالنا المتواضع ديال نهار الاول في رمضان، وهذه هي الحريره البنات. هانتوما شوفوا كيفاش جات تبارك الله كتجي حمراء ولذيذه وفنه، ما فيها لا مطيشه الحك لا كنور لا حتى شي حاجه طبيعيه، ومازال ما قويتش فيها مطيشه ما قويتش فيها مطيشه البنات، درت غير شويه راكم عارفين المطيشه غاليه
دايره 240 الكيلو وعيانه، عرفتوا عيانه بحال بحال جايه بحال خاسره ما زويناش، وديري لها 240 يعني شنقول لكم لا اله الا الله وصافي. هنايا ما كنشربوش مع الفطور البنات، كنخليو حتى كدوز واحد الساعه ولا ساعتين عاد كنرجعو نشربو الحريره، كنكونو مع الفطور عمرنا الكريشه صافي، كنخليوها حتى كدوز واحد الساعه ولا ساعتين عاد كنشربوها. ودابا الحرب العالميه مع المواعن ومع الجميع ومع التسياق ومع الشطاب، المهم البنات انا غنمشي دابا نجمع الكوزينه ونغسل المواعنات وهانتوما معايا.